ما تعرفوا يا الاخوان انه كريستيانو رونالدو فتح قناة في اليوتيوب، وهذه القناة قدرت انها تحطم ارقام قياسية الى حد انها وصلت ل 47 مليون مشترك في ظرف 5 ايام. اوكي غادي تقول لي شو علاقة هذا بالفيديو؟ فيديو اليوم الاخوان هو اننا غادي نخليو كريستيانو رونالدو يلعب فري فاير. غادي تقول لي كيفاش انت غادي تجيب كريستيانو؟ نقول لك لا انا ما نقدر الصراحه، ولكن غادي نحاولوا اننا نلبسوا السكين تاعو والشخصيه تاعو وندخلوا بالجيم بلاي ونلعبوا به. فاذا كنتم متحمسين ما تنساوش تحطوا لايك وتشاركوا في القناه. زايد عندنا التحدي ديال 3000 مشترك في هذا الشهر. بلا ما نزيد نطول عليكم بزاف، نخليكم مع الفيديو. اوكي، اول حاجه الاخوان غادي نديروها هي نديرو الشخصيه تاع كريستيانو رونالدو. نقلبوا عليها. اوكي ها هو كرونو. زايد الاخوان دي نحطو سكين تاعو، هو اصلا انا عامل السكين تاعو. ثاني حاجه نريقلو الشخصيه تاعنا، ندير الاخوان ديك الشخصيه اللي تزيد الدقه، ماش شنو سميتها، المهم نقلبوا عليها. ها هي هادي. الصراحه الاخوان داك الحذاء ما عجبنيش، نبدلو ندير داك الحذاء البرازيلي. شو كيجي اسطوري، خليوها الاخوان الحذاء البرازيلي جا اسطوري معاه. اوكي بعد ما الاخوان درنا سكين تاع كريستيانو، خلينا نمشيو نجربو سكين في جيمات كلاس سكواد. Kill. I won't let you go.
fly. Double kill. وبهذا الاخوانكم وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كنت باغي ندير لكم فكره تاع كريستيانو رونالدو، ولكن بواحد الفكره اسطوريه جدا. ما عليكم سوا تقولوها لي في التعليقات، ان شاء الله ندير لكم في الفيديو الجاي. وبهذا كنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ما عليا سوا نقول لكم